فقهت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم أو خافوا من شيء ما، لأنهم كانوا مطمئنين لذلكم الصلح، فبعثوا أبا سفيان. فدخل أبو سفيان المدينة وبدأ بابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها طوت الفراش، وكان فيه من الأنفة، كان يومئذ سيد قريش. قال لها: والله يا ابنتي لا أدري أرغبت به عني أم رغبت عني به، يعني هل أنا غير كفء أن أجلس عليه أم أن الفراش لا يليق بمقامي؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك نجس. ثم إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلمه، فأتى أبا بكر فلم يكلمه، فأتى عمر فقال: أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به. ثم أتى إلى فاطمة وهو يعلم موضعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها ابنها الحسن يومئذ يدرج، فقال لها: ألك في شرف الدهر أن ابنك هذا يجير بين الناس؟ فأخذت فاطمة ابنها وقالت: لم يبلغ ابني بعد أن يجير بين الناس. ثم إنه كلم عليا فأخبره علي أنه لا أحد يجرؤ على أن يشفع لهم عند رسول الله، فأرشده علي إلى أن يقول كلمة تبرأ بها الذمة، بمعنى أننا ما زلنا باقين على العهد. ورجع أبو سفيان، فلما رجع أبو سفيان أخبرهم بما لقي، فقال: أما عمر فقد كان أشد القوم عليكم، وأما علي فكان أوصلهم رحمة، يعني أحنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم، وأما أبو بكر فلم يجبني ولم أكلمه. الآن هنا تفقه، كل هؤلاء الصحابة أخيار، أبو بكر وعمر وعلي، مع أن موقفهم من أبي سفيان اختلف اختلافا كثيرا. فأبو بكر سجيته، طريقته، هديه، سننه في الحياة أنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم البتة. إن سكت رسول الله سكت، وإن تكلم تكلم، وكل من يدرس حياة الصديق يرى هذا فيه واضحا جليا، بل إنه لا يتضح في مقام أكثر من اتضاحه. يوم أن رميت ابنته عائشة لم ينزل الوحي من السماء أبطأ، فسكت الله، فسكت رسوله صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر، ولم يأتي النبي عليه السلام ويجادله أو يخبره أو يقول له شيئا في أمر ابنته عائشة، وإنما لما رأى النبي لم يتكلم لم يتكلمه. هنا لما رأى النبي لم يخاطب أبا سفيان ولم يأخذ ويعطي معه حديثا، بقي على مثل موقف النبي، في حين أن عمر كان يبغض قريشا بغضا في الله لشدة عداوتهم لنبيه، فقال مقولته: أنا لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به. وأما علي فإن بني أمية أقرب قريش إلى بني هاشم، لأن هاشما وعبد شمس أخوان، كلاهما أبناء عبد مناف، فلأجل ذلك كان وصولا للرحم معهم، لكن أحدا لم يقل إن في عمر كذا، أو إن في علي خذلان، أو إن في أبي بكر قدح آخر. لما؟ لأن الناس يومئذ من العقل والقلب وحسن الظن بعضهم ببعض مكان عال، لا يجد أحد منهم يتاجر في دين الله، الكل يعذر صاحبه، والكل يعلم أن ثمة أمور الكلام فيها واسع، ويمكن أن يقول زيد ما لم يقله عمرو، ولا يعني ذلك أن عمرا يبغض زيدا، ولا أن زيدا يبغض عمرا. فالمقصود من هذا كله لا بد أن نفقه السيرة من هذا